السلام عليكم. الله يسعد مساكم. للنجاح في إنتاج الحسون في المطير أو السلاكة، يعني في بعض شغلات لازم تكون موجودة تعتبر أساسيات ومهمة. أول شغلة في النجاح إنتاجك للحسون في المطير أو السلاكة اللي هي الإضاءة. لازم تكون إضاءة طبيعية، يعني الطير ينام على الغروب ويصحى على الشروق. يجب أن تكون إضاءة طبيعية وتكون في أكثر من جهة من المطير. الإضاءة يا أخوان لازم تكون موزعة على المطير، يعني إشي في السقف، إشي على الغرب، إشي على الشمال، إشي على الجنوب. ولما نيجي ندخل على الشتاء لازم نسبتها ما تقل، يعني غلفنا المناطق المفتوحة في البلاستيك أو النايلون أو الزجاج عشان نحمي طيرنا، وهذا التغليف ما يكون خفف من الإضاءة. يعني الإضاءة في الصيف نفس الإضاءة في الشتاء نفس الإضاءة في الربيع، يعني ما يكون عندي اختلاف في الإضاءة، لأنه إذا صار أي اختلاف في الإضاءة طيرنا راح ينزل غيار. يعني ممكن نخفف الإضاءة في الشتاء ينزل طيرنا غيار في الربيع لما نزيد الإضاءة. ممكن إذا كانت الإضاءة طبيعية في الصيف ودخلنا على الشتاء ومع تغليف المطير صار فيه شوية تخفيف من الإضاءة طيرنا بينزل غيار في الشتاء. فلازم نسبة الإضاءة تكون ثابتة في الصيف وفي الشتاء وفي الإنتاج وفي الغيار، مع حماية الطير من الهواء البارد في الشتاء. يعني زيادة الإضاءة أو نقصها بشكل مفاجئ يسبب نزول غيار الطير، فممكن نخسر إنتاج بسبب شغلة بسيطة بهذا الشكل. تقديم تشكيلة واسعة من الخضار والفواكه والبيض والملح والرمل للطير بشكل يومي. إعطاء الطير المضادات الحيوية والخمير النافعة قبل دخول البرد. حمام الطير أكثر من مرة. حمام الطير أكثر من مرة في اليوم. الحمام يعتبر يا أخوان شيء مهم وأساسي للطير في وقت الغيار، يعني بيسرع عملية الغيار الحمام. إضافة القليل من الأيفومك المائي في ماء الحمام بعض الأحيان لتعقيم الطير من الفاش. الأيفومك المائي طبعا يا أخوان تركيزه 1%، وبنضيف سنتي لللتر أو نصف سنتي لللتر لتر الماء، وبنحط للطير يتحمم اللي هو الأيفومك المائي اللي تركيزه 1%. ممكن بعد العلاجات أو المضادات نستخدم الخل والثوم في الماء. استخدام الخل والثوم في الماء لأنه ممتاز جدا ويرفع حموضة الجهاز الهضمي للطير. وهذه النصائح يا أخوان لازم نعملها على طير القفص، ولازم نعملها على فرخ العش، بالذات فرخ العش لأنه ضعيف لازم ندخله في غيار قبل الشتاء وندعمه هذا الدعم، لأنه فرخ العش أصلا مناعته قليلة. وشكرا لكم، الله يبارك لكم يا أخوان جميعا.